جاسر بحالة الليلة النساء يبحثن عن عريس، نساء أخريات يعني ما بدهم يتجوزوا أبدا، ونساء أيضا بيقولوا ما بقى في رجال نهائيا. أنت بالمقابل رئيس رابطة الفضيلة للزواج. نعم. شو هي هالرابطة؟ رابطة شعبية يعني، طبعا كانت عبارة عن فكرة نابعة من خلينا نقول معاناة اجتماعية بمجتمعات الشرق الأوسط. المعاناة بالدرجة الأولى العزوف عن الزواج، العزوبية عفوا، ترك الأمور هذه للظروف. من أي واقع انطلقت هذه الرابطة لكي تؤسس؟ احنا عندنا يمكن منطقة الشرق الأوسط بالدرجة الأولى عدد النساء أكثر من الرجال، يعني احنا مجتمع أنثوي أصلا يعني. هذا نعمة. الحمد لله. انطلاقا من هذا العدد اللي قلت لي عنه، شو أسسته؟ شو هدف اللي أسسته؟ أنه تزوجوا النساء بشكل أساسي. نعم، هو المطلقة يعيبها المجتمع للأسف الشرقي أنه تتزوج مرة ثانية، هذا كلام الأصل إحنا يعني في غنى عنه. فكانت للأسف يعني مطلقات بكثرة، الأرامل عندنا، الكوارث، حوادث السير، أمور كثيرة للأسف يعني، الحروب. الأمر الثالث اللي هو الأخت اللي بتكبر بالسن ما بيجوز إحنا نهملها، وهي ما يعني ما يعني أنا متأكد وأنت كمان والجميع عفوا إنه ما عنست أو ما كبرت بالسن، مع إني أنا ما بحب أتكلم عن إنه عنوسة، أنا بتكلم عن إنه حرة حريرة. وأنا بدي أعترض على كلمة عنوسة. نعم. بمجتمع الشرق يعني هالتعابير الشرقية. لا 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 العقيمة. نعم. يعني أنتم بتجوزوا المطلقات الأرامل والسيدات اللي كبروا بالسن. نعم. مين يعني طلب منكم انتم انه تزوجوا هالثلاث فئات من النساء؟ انا فرد من افراد المجتمع يعني عفوا، ولا بد اني عانيت، وكان في عندي في اسرتي انا يعني بنات كثار. ليه بتعتبر المطلقه والارمله والامراه الغير متزوجه بتعيش معاناه؟ مش معاناه يعني ما معنى الكلمه المعاناه، انما هي يعني بدها تستخدم انوثتها وامومتها صح. إذا ما استخدمت الأمومة والأنوثة صح، إحنا معناته في معترك مجتمعات يعني تسعى إلى الفساد والإفساد. فعشان هيك إحنا يعني انطلقنا إنه يعني نحصن النساء بطريقة ممتازة. إذا طلب الزوج ليش ما تتزوج؟ بالنسبة لك إنه المرأة أساسي إنه تتزوج، يا أنتوا كرابطة لازم توعوا المرأة على حقوق المرأة، على تعليم المرأة. نعم. على إنه المرأة تكون مستقلة، على المرأة تكون هي فعلا مستقلة عن. نعم. الرجل، وقد ما بدها تتعلم، وإذا ما تزوجت ما تتزوج. إذا لقيت اكتفاء نفسي وذاتي من دون زواج ما تتزوج. عرحتها. عرحتها. ليه أنت بدك تشجعها إنه تتزوج؟ إحنا نشجع حتى نبني مجتمع فاضل. إذا المرأة ما كانت متزوجة لا نبني مجتمع فاضل؟ لا نبني مجتمع فاضل بالعكس، إذا حافظت على نفسها نبني مجتمع فاضل. إنما يعني أنا بتكلم عن مسعيين أنوثة والأمومة، استمرارية عفوا الإنجاب والعالم يعني كيف بده يكون. مرة بتطلب أنها تتزوج وهي سمرة مثلا على سبيل المثال، مرة بتطلب أنها جمالها أقل من الوسط بدها تتزوج، يعني كيف نزوجها هيك؟ أنا يعني نعمل إحنا يعني بعض التوعية لبعض الرجال وبعض التوعية لبعض النساء، يعني حتى ندخل في موضوع ثاني الآن بدي أتكلم عنه، إنه هو بعض النساء يعني إحنا منجهزها لأنها تصلح لتعدد الزوجات، يمكن ببعض المجتمعات يعني ما بيقبلوا، وأنا موافق. يعني إذا امرأة كبيرة بالسن أو مطلقة أو أرملة وطلبت الزواج بتطلب منها أنه تقبل بتعدد الزوجات. نعم. ومن أهلها للأمر نفسيا جنسيا، يعني عندنا مجموعة بتروح عليها وبتأهلها جنسيا، يعني خلينا نتكلم اجتماعيا كذا جنسيا. يعني بتقول لها رضخي يعني قبلي أنه خلاص هيدا نصيبي. احنا عفوا لسنا أداة للرضوخ، احنا أداة للإقناع بطريقة صحيحة، عفوا إرشاد بالترغيب والترهيب. نعم. لا بالترغيب والترهيب. ما عندناش ترهيب احنا يعني عفوا يعني مكملين لبعض. احنا نعم. ترهيب فقط. لا ترهيب يعني مش عن ترهيبك حط لها الفرد براسه. نعم. لا ترهيب يعني تقول لها المجتمع ما بيقبل ولازم تنستري ولازم تكوني مع زوج. لا مش شرط، ولكن العادات والتقاليد فيها ترهيب أكثر من المسدس. إحنا لا تقودنا العادات والتقاليد، إحنا اللي بيقودنا عفوا مجتمعات مدنية يعني خلينا نسميها محافظة. نعم. أنت بالنسبة لك على بحياتك الخاصة كيف طبقت هذا الشيء اللي عم تنادي عنه بالرابطة، طبقته بحياتك الخاصة؟ يعني أنا عندي يعني أنت حضرتك كم امرأة متزوج؟ أنا أربعة ومر في حياتي خمس نساء. أربع متزوج، أربعة عن قناعة، عن حب، على الأربعة؟ لا عن حب عفوا يعني الزوجة الأولى تقليدي. نعم. الزوجة الثانية أخذتها أكبر مني، يعني ما فيها ذاك المال، ما فيها ذاك الجمال، عادي اللي هو بسموه أنا بالنسبة إلي أثر اجتماعي. والثالثة والرابعة؟ الثالثة أثر اجتماعي، كبيرة بالسن أكبر مني عفوا أثر اجتماعي. الرابعة عفوا أخذتها مطلقة
وحاولت أخذ أرامل كمان يعني على أساس تكون بالصورة، إنما مجتمعك بحارب الأرملة والمطلقة، بحاربها بطريقة يعني أكاد أكون قذرة. أنا بتكلم بتعتبر لما تزوجتها من شو حميتها للمرأة؟ والله مجتمعك ما بيرحمش، أقل ما فيها الكلام. بس أنا سؤال، أنت حميتها أو جنيت عليها بزواج مدبر، زواج لا إرادي، مجبورة تتزوج بين هلالين، مجبورة لأن المجتمع بإلا لازم تتزوجي؟ لا لا، إحنا كلياته عفوا يعني حتى اللي الآن تكون بالصورة عندي، أنا مجموعة كبيرة من الإناث يعني بدور في فلكهم عشان تكون بالصورة. من الأرملة اللي ما بدها تتزوج ما بنجبرهاش، ولكن إذا طلبت الزواج يعني. في نساء بيقولوا انقطعوا للرجال. يا سيدي إذا انقطعوا الرجال مصيبة، لأنه هنا موجودين. يعني لابد أنه كنا ذكورة وقد حالنا الحمد لله مستعدين. لما هني بقول انقطعوا للرجال، والله أنا 5600 تقريبا اللي مسجلين عندي شبه رسمي عشان تكون بالصورة، الأخوات اللي بيقولوا انقطعوا الرجال صح يعني في منه الكلام. معقولة أنت تدوس على قلب مرتك لحتى تتجوز عليها واحدة تانية تحرق لها قلبها؟ خشخشني انه تجوز 4 وفي وحده كمان سابقه 5، دسلة على قلبها، دسلة على كرامتها، دسلة على كل شيء كرمالها هو يكون مبسوط. شو الحديث هيدا؟ هيدا ما له منطق. ما بعرف اذا النسوان هون بيرضوها، حدا منكم يا نسوان بترضاها على نفسها؟ اكيد بيناتهم، واكيد ما عم يعملوا بيناتهم. مش عدو يظهر عليها عفوا بكلمتي مع 60 سرمية عليه؟ إذا مرة ما قدرت شو معناتها يعني؟ إذا برافو عليك، إذا مرة وحدة مش كافيته معناتها الكون كله ما رح يكفي. سلينا بس إيه؟ اليوم انطلق جاسر من عدة من عادات وتقاليد موجودة بكثرة بالمجتمع الشرق الأوسطي بشكل عام، بتقول المرأة لما بتكبر بالسن، المرأة الأرملة المطلقة، إنه لازم تتزوج. هو عم ينطلق من هذا الواقع. شو الداعي لازم تتزوج؟ ليش لازم؟ لا لا ما قلتش لازم. لا مش لازم. فيني أعيش أنا بدون رجال؟ يمكن أنا عندي مثل ما حضرتك تفضلت وحكيت، متعلمة، بشتغل، ماني بحاجة لرجال. إلا إذا كان جنسيا عم تحكوا صار موضوع تاني. في عم بقول لك مساكنة، بعد أشرف بكتير من إني أنا أروح أظهر مع 100 واحد كرمال شو فيها بقى إنه شو عم بعمل معروف مع رجال إذا مقطوعين يعني؟ ما عم بفهم أنا. أنا حبيبي حدي. ما بيخوني. ما تغير الموضوع، حبيبة حدا، فهمنا حبيبة. العسم بدمين. بعدين لما عم بقول هو إنه عم بيجيبوا جوزون. نعم. شو بيضمن إنه هالرجل أو هالإمرأة رح تطلع منيحة مع هالرجل؟ هات لنشوف. أو هالرجل رح يطلع منيح مع هالإمرأة ما يرجع يطلعهم من جديد. خلي خبرني. جمعية رفق بالنسوان هي يعني؟ تعتقد المشاكل؟ شفت شو قالت لك؟ جمعية رفق بالنسوان؟ إحنا؟ لا والله جمعية رفق بالبني آدمين. أنا عم فكر افتح جمعية رفق بالرجال، شو رأيك؟ لا أنا ما عندي مانع. لا ليه رجال بس؟ واحد عضو معاك في جمعية رفق بدي ليه رجال ينضم لها؟ إحنا في مجال. هيدي إهانة، هيدي إهانة. شو؟ هيدي إهانة تقولي بدي ليه رجل. كل بدي رجل يكون رجال كرمال نلاقي له مرة. أنا عضو في بس الرجال بالفرشة عفوا. مظبوط. الرجال لما بيكون حامل مسؤولية بكل شيء، يحمل مسؤولية إنه عنده إنسانة ربنا خلقها عطيها قلب بتحس فيه وإحساس وشعور مثل ما هو الله خلقه، مثل ما هو عنده. سلينا طرحت موضوع كتير مهم، بدي ارجع اسألك، شو اللي بتضمنه بعد ما تعملوا هالمبادرة انه عم تعملوا معروف مع المرأة عم بتزوجوها، ما يرجع يصير بكرة تتزوج ما تتفق هي والرجل تبعها ويرجع يصير في طلاق من اول وجديد؟ انا عشان ما احول مسار الحلقة عفوا، انا احنا بنتكلم عن العنوسة بالدرجة الاولى، رجعنا على عنوسة. خلك معي، مش عن تعدد الزوجات عشان كنا واضحة من العانس. خلنا نتكلم ولا احلى من هيك. عن شيء بنات وما تتجوزوا حيالله. او الحرائر، انا بتكلم عن الحرائر حتى يعني تكون سميهم يا سيلينا، سميهم حرائر. حرائر؟ شو يعني حرائر؟ انه حرين يعني؟ اللي تملك حرائر. شو بدك فيها عم تبليها؟ شو بدك فيها عم تبليها؟ الله يساعدها، عاشت حرة وطليقة ومبسوطة بحياتها. جاية بدك تتجوزها مشان شو؟ لا احنا اللي عفوا اللي بترضى. معطيني انت السبب مشان شو؟ انه كرمال لحتى لما يصيروا يظهروا؟ اللي بترضى هيك بتقصد انت؟ عفوا بدي اسألك. نعم. انه كرمال لما تصير المرأة نحكيها بالمشبرح؟
يعني تظهر مع رجال وهيك، حتى ما تظهر مع رجال بالخبره ايه؟ هيك انت هيك هذا تفكير، ما انت عبر انت هيك عم تعلموا هيك تكون صديقه كلب. خبرك انت ليش تجوزت 4 5 خليني اكملك. بدها تجي لعند هايدي تغنجك شوي وتحضر لك العشاء وبدك طيب. تروح ثاني يوم عند هاي زهقت منها. طيب الحج متوالي حياتك الحج متوالي شو عاطرين عم يحترق قلبك اليوم دور فلانه بكره دوره هي الله انت جاي دور هيك هي مرتك قاعده مقهوره وانت مبسوط بين الاربعه بالعكس بدنا نحكي الواقع على ليش بالعكس. انا لما عفوا يعني لما تزوجتي اي مره هون موجوده تقول لي اذا بترضى يكون عندها هي حتى لو كان بعد عندها صديق مش مجوزه صديقه يحكي مع رفيقتها بالجامعه مثلا بتجن ولا ما بتجن؟ ردوا علي يعني لشوف سيرينا سيرينا هذا موضوع تعدد الزوجات مش موضوع حلقتي اليوم انا اليوم مش موضوع حلقتي مش موضوع حلقتي يعني طيب. حتى موضوع تعدد الزوجات حتى في نساء يعني بحبزوه نساء ما بحبزوه نساء بيقبلوا ينزلوا دره نساء ما بيقبلوا يعني هذا نقاش دائر وفي بالاخر في طب ليه ما بيفتحوا جمعيه المساكنه واذا بعدين اتفقوا بيتزوجوا؟ لا احنا ما عندناش المساكنه ولا باي ديانه في موجود المساكنه نسأل. اوكي ليش؟ شو غلط فيها؟ ما في انا ما بتكلمش عن غلط لما بيكون في مساكنه وبيتفقوا مجموعات معينه عفوا بتشد عن المجتمع انا ما لي كلام عليها ولا لي رغبه عفوا اني اتكلم فيها انا بتكلم عن مجموعات حابه تكون اسره ايه؟ انا ما بتكلم عن مجموعات حابه تربي كلاب او تربي عفوا بوي فريند وجير فريند ليش الكلاب؟ انا ما لي علاقه هي الكلاب ما مريض انا ما لي علاقه انا بتكلم قاعد عن بس انا بتكلم عن امر عفوا هام انا لما تزوجت الثاني ما كانت عندي الرغبه بالزواج من الثاني الا لشغله واحده زي ما انت حكيتي الا زي ما انت حكيتي لا لاني وقتها شفت اني انا عفوا يعني التطابق الحيوي بيني وبين زوجتي وهذا للاسف في دراسه بريطانيه انا يعني وقعت عليها انه مش جميع النساء يعني عفوا ومش جميع الرجال عندهم تطابق حيوي موافق على الاثنين فكانوا يعملوا الحيوي اللي عم تحكي عنه ما فهمت الجنس الجنس جنس بيمشبرح طيب معناتها المساكنه لازم تحبزها مساكنه لا ما بحبزهاش ما بحبزهاش لا تنتج ابناء لا تنتج مجتمع فاضل يا بيكون في تفاهم على الجنس وغير جنس مزبوط وبيتفقوا بالحياه بيتزوجوا يا او بلاقوا انه ما في طريق في هيك فرق بين بعض بتخلي حب قبل الزواج بتفصلوا على تهذيب بدون طلاق وبدون ما تهنوها خلي حب قبل الزواج ما هو موجود الحب اللي قبل الزواج موجود ليش ليش تعمل مساكنة ليش كله تمسك ليش انام معاها وتنام معي وتفقد عذريتها وبعدين اقول لها لا والله ما بتلزميني طب مين اللي بده ياخذها بعد ما تفقد عذريتها او مين بده يصاحبها عفوا يعني خلينا عفوا حضرتك ايام اي عصر نحن جاسر سؤال نعم. بنهايه الحلقه سمعت النقاش بنهايه الحلقه ليه هذه مبادره في كثير نساء بيعتبروها هي مش تساعد المراه وتدعم المراه في كثير نساء عم بشوفوها اهانه للمراه ولما كانت المراه في المجتمع هي حسب عفوا رؤيه الاشخاص انا ما بتهمني انا بتهمني رؤيه المجتمعات بشكل كامل انا اول ما بديت حديث قلت لك احنا يعني المراه مخيره بالامر سواء مطلقه ولا الارمله ولا العانس هي مخيره ما حدا بيفرض عليها ولكن احنا بنتكلم عن اذا رغبت في الامر ليش نحاربها